أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة، وأنا سعيد تواجدي معك خلال هذا البرنامج. أبو غازي خليجي 14 حضرت أبو غازي، رحت. أي والله لها ذكريات جميلة بالنسبة لي أبو فهد، يعني أنا كنت معزم أني حضر كل مباريات البطولة، خصوصا يعني البطولة في البحرين. وذاك اليوم كان عندي إجازة يعني من العمل، فكنت معزم أن حضر كل مباراة البطولة. طبعا حضرت أول مباراة مع المنتخب المملكة العربية السعودية شقيقة، هذه الصدمة. أي والله يعني عبيد الدوسري ما ننسى، جماهير الكويتية ما تنسى عبيد الدوسري الحقيقة. صحيح. اللي فعلا سجل هدفين. صحيح. وطلعنا يعني إحنا محبطين أبو فهد، وقررت خلاص قلت ما أبي أحضر بعد. طبعا اللقاء اللي تكلم عنه فازوا فيه السعودية بهدفين، عبيد الدوسري وهدف للكابتن حسين الخضري سجل. نعم. هدف التعادل. طبعا بعدها أبو فهد تابعت مباراة المنتخب حقيقة، يعني بدأت روحنا المعنوية ترتفع شوي شوي، خصوصا أن نلعب مباراة ثانية مع منتخب قطر 6-2، مباراة ثالثة 5 مع عمان. فالمنتخب يعني قام خلينا نقول المستوى الفني للاعبين قام يزيد صاعد بشكل كبير أبو فهد. صحيح. إلى مباراة الأخيرة للمنتخب السعودي الشقيق مع المنتخب القطري الشقيق. طبعا عشان بين السادة المشاهدين، قبل البطولة المنافسة كانت محصورة بين الكويت والسعودية. نعم. وكان يعتبر نهائي مبكر. نعم. ولما فاز المنتخب السعودي الكل أجزم أن البطولة اتجهت للرياض. نعم. والمنتخب السعودي، لكن منتخب الكويت كان يمشي بخط متوازن. نعم. مع المنتخب السعودي، وكان يشكل عليه ضغط خلال فوزه بكل المباريات. نعم. اللي قابلها. إلا أن المنتخب السعودي تعادل في مبارتين اللي هي تعتبر اللي انهت المنتخب مع البحرين، ومع البحرين 1-1، ومع قطر ولعبه قطر اللي طبعا كانت. هذه لعبه قطر ابو فهد يعني اللعبه الاخيره هذه، طبعا بعد ما انتهت انا اذكر ان هذه اللعبه خالد التيماوي كان من افضل اللاعبين، وبعد ما انتهت قررنا ان خلاص نحضر حنا. صحيح. وحضرت هذه المباراه الاخيره. صحيح. حضرت هذه المباراه اللي فاز فيها منتخب الكويت بكل جداره على منتخب الامارات العربيه. خلينا نشوف صوره منتخبنا. هاي طبعا هذه خليجي 14 جريدة الأنباء. إيه نقرأ أول شيء، نروح إن شاء الله. طبعا بالبداية إصدار الستار على البطولة بالسيمفونية الرابعة مع الإمارات، منتخبنا يحتفظ باللقب وينال جائزة اللعب النظيف والمنتخب المثالي. خليجي 14 الكأس أزرق. الهويدي يتلقى التهنئة من زملائه بعد تسجيل الهدف الثالث. الأنباء تهدي الأزرق 20,000 دينار. الله تفاعل. شوف هني يقول لك الخبر، خليجي 14 الكأس أزرق. طبعا هذه الصورة اللي تبيها. إيه هذه الصورة اللي تبيها، هذه صورة المنتخب المشارك فيه. يمتكتك الكأس لك. شوف الصورة وقوفة من اليمين، لأن الجيل هذا لازم نعطيه حقه. الكابتن عصام سكين، الكابتن بشار عبد الله، الكابتن جاسم الهويدي، الكابتن الأنيق جدا كابتن أحمد جاسم، كابتن محمد بنيان من اليمين تحت، الكابتن أحمد المطيري، الكابتن بدر حجي، الكابتن جمال مبارك، الكابتن هاني الصقر، فواز بخيت، والكابتن نهير الشمري. والتيشيرت هذا تيشيرت جميل ومميز، يعني الكل يذكره. البطولة هذه بطولة جاسم الهويدي، رد اعتبار لجاسم الهويدي. عانى جاسم الهويدي في أول بطولة في خليجي 11 لقيمة في قطر، قرر الابتعاد عن الكرة، لكن سبحان الله يعني قدر يرجع، ورجع أمام قطر أيضا، لأن في لعبة قطر اللي خسرنا 4-0 في خليجي 11 فزنا 6-2. هو كم يمكن 5 أهداف. كرقم قياسي عادل رقم ماجد عبد الله في دورة. نعم. خليج الخامسة 79. نعم. أحرز ماجد عبد الله 5 أهداف في مرمى قطر. أيضا جاسم هويدي أحرز 5 أهداف في مرمى قطر، عادل رقم جاسم يعقوب كهداف. نعم. دورة خليج الرابعة 9 أهداف، جاسم هويدي 9 أهداف، لكن ما قدر يوصل لرقم حسين سعيد اللي هو 10 أهداف. شو رأيك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية حلقتنا؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم عن صحيفة الأنباء وتتويج منتخب الكويت في خليجي 14. نعم. طبعا
اللاعب رقم 12 مشكور، من هو؟ الجمهور. الجمهور اكيد. طبعا فور انتهاء مباراه منتخب الكويت والامارات امس واعلان تتويج الازرق بطل كاس خليج الرابع عشر عمت فرحه الكويت كلها وطافت تظاهرات بالسيارات مختلف ارجائها وهي ترفع وتلوح باعلام الكويت وصور اميرها والعهد احتفالا بهذا الانجاز. الكويت تحقق كاس اللعب النظيف ما شاء الله يتساوى مع بروشيتش. صحيح. بات التشيكي ميلان ما شاء الله المدرب الثاني يقود المنتخب الوطني للفوز بدوره كاس الخليج المره الثانيه على التوالي وكانت الاولى في خليجي 13 في عمان عام 96 وسبق المدرب اليوغوزلافي بروشيتش. صحيح. انقاذ الازرق لاحراز كاس الخليج مرتين متتاليتين في خليجي 2 عام 72 في السعوديه وخليجي 3 بالكويت عام 74. صحيح. هذه صوره جميله حقيقه ما شاء الله وجمال يعقوب يحتفلان بالكاس مع اللاعبين. وهنا عندنا صباح الاحمد شيخ صباح الاحمد يبرق مهنئا بالانجاز الرائع. هذه صوره جميله فهد. صوره جميله كابتن خالد الفاضي ميلان ما شاء الله تحت جمال يعقوب مساعد المدرب حقبه كانت جميله واجواء كانت جميله رائعه هني وفهد عندنا هذه طبعا خليجي 14 يرتدي الحله الزرقاء للمره التاسعه وجاسم الهويدي يتوج هدافا عيال اليامال عزفوا سيمفونيتهم الرباعيه. صحيح. الرائعه بمرمى الامارات والكاس دخلت الخزانه الكويتيه أشوف. الى الابد يعني شوف هذه طبعا شوف شوف ابو غازي شوف الصوره هذه اللي موجوده هنا على اليسار. نعم. التيشيرت اللي لابسه هذا المشجع تيشيرت نادر جدا تعرف. نعم. اي تيشيرت المشجع هذا تيشيرت بدوره الخليج خليجي دوره الخليج العاشره هني طبعا عشاق الازرق يرفعون علامه النصر وفي الاطار تبدو زحمه سيارات خانقه واثنان القصان فرحا الكبار والصغار نزلوا الى شارع حجي افضل لاعب اختير نجم خط الوسط في المنتخب الوطني بدر حجي احسن لاعب في البطوله وقد استحقه هذا اللقب عن جداره بعد اختيار احسن لاعب يستاهل المباراه مرتين الاولى امام عمان والثانيه امام الامارات وكان حجي يعني القلب النابض للازرق. صحيح. والعقل المفكر لخط الوسط فاحسن استغلال مركزه وشغل غرفه العمليات واهدى رفاق العديد من الكرات الخالصه نتج عنها تشكيل فرص خطره او تسجيل احد الاهداف يستاهل بدر حجي. صحيح. الصالح تسلم الكاس قام الشيخ حمد بن عيسى ولي عهد البحرين بتسليم كاس البطوله الى قائد منتخب الكويت حمد الصالح استقبال غير مسبوق يعود طبعا وفد الكويت على متن طائره خاصه الساعه الرابعه بعد ظهر اليوم قاعه التشريفات مكافاه اليوسف بلاتر يصافح اللاعبين رقص ودموع الفرح رقص لاعبو اداريو الازرق ابتهاجا بالفوز بالكاس ورددوا العيد من الاغاني والاناشيد واستمرت الافراح الكويتيه في ارض الملعب لفتره طويله. هنا طبعا عندنا كذلك هذه صوره طبعا شباب الازرق يحتفلون بالكاس بعد الانجاز الرائع باحراز اللقب. صورة هنا الكابتن أسامة حسين يحمل اللقب. طبعا أسامة أصيب قبل البطولة في وجهه في المعسكر اللي قيم في اليونان أو في قبرص ما قدر يكمل البطولة. في لاعبين هنا لازم نذكرهم أبو غازي. نعم تفضل. نعم. يعني هنا الكابتن ثويني. نعم. حارس المرمى الكابتن هنا مشعل نايف أيضا هنا ناصر العثمان مجموعة من اللاعبين لأن طبعًا. الباجين معروفين لكن. نعم. الثانيين. نعم. يمكن طبعا الفهد وما شاء الله يشيدان بأبطال الأزرق اللاعبون قدمنا لجماهيرنا الوفية أحلى هدية في عام 1998 وطبعا هذه طبعاً يعني هذه من أفضل البطولات اللي صارت. نعم. في الكويت في دورات الخليج بطولة لها ذكرى الكويت يتوج جميع الألقاب إلا حارس المرمى خذاه محمد الدعيع. نعم. بطل الدورة وأفضل لاعب والفريق المثالي وهداف البطولة كلها الكويتية. نعم. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.